اي ناسيون اللي غنتاحوا معها غتكون صعيبه. اهم حاجه نبداو اول مباراه ان شاء الله لو 24 هنايا في بلادنا في الرباط، نبداوها ب من بون مانيير ان شاء الله افيك اون فيكتوار اي ابري اون فيرا ماتش بار ماتش ان شاء الله. بالنسبه لكم واش تنظيم ديال المغرب التظاهر يعطي حافز لتاخذوا طريق من اجل تحقيق الثقافه؟ اكيد اكيد هي غادي تكون حافز، لان راه حنا لاعبين في بلادنا والجمهور ديالنا والوليدات غيجوا لبلادهم، وان شاء الله غادي يكون واحد يعني يشجعوهم بطريقه جميله، وحتى حنا نقدروا نحققوا شي حاجه ان شاء الله مع هاد الاولاد اللي راهم الجيل الجديد اللي راه جاي. واش غنجيبوا شي لاعبين من ليكيب ا هنا مع ان شاء الله؟ دابا درك كاين باش نقول لكم بالضبط راه شويه بكير، يعني كاين بعض اللعابه اللي غادي ممكن يكون عندهم اصابه، ممكن ما يكونوش واجدين باش يكونوا دون لا سيليكسيون، يعني خصنا نستناو شويه، ولكن ان شاء الله اي واحد اللي يكون جاهز ويقدر يعطي واحد ان بلوس بوغ لا سيليكسيون ان شاء الله مرحبا به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.